السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. أصدقائي، كاين بزاف اللي راهم يسألوا على كيفية إدخال الطيور في غيار الريش، يعني كمل الموسم ولا ما انتش، ولا يحوس يدخل الطيور تاعه من دروك في غيار الريش. أول شيء صديقي لازم تعرف أنه مرحلة غيار الريش مرحلة عادية كباقي المراحل، يعني تجي وحدها كيما تجي الجهوزية والإنتاج وحدهم. مرحلة غيار الريش تجي وحدها، كي يلحق الوقت نتاع الحسون باش يبدل الريش راه يبدل ريشو. يعني كاين طرق لكن ليست لصالح الحسون، يعني ممكن تضرلك الحسون. كاين انك تروح تغطي الحسون، كاين ممكن طرق اخرى تروح تغير الاكل. كاين واحد الناس الله يهديهم يمد المحفزات درك باش يسخن الحسون ويطيح الريش، هذه كلها غير صالحة، يعني كلها تضر الحسون، يعني كلها ما فيهاش الرحمة اتجاه الطيور. اذا واش دير يا صديقي؟ خلي الطيور نتاعك وحدها تسقط. هاي الطيور تاعي دخلت في غيار الريش وحدها، ما دي لها حتى شيء، عادي. انت راني على بالي تخمام، كان اللي يخمم يقول لك رانا في شهر جويلية ندخلهم في غيار الريش، فوت جويلية اوت سبتمبر يكونوا كملوا الغيار، يدخلوا اكتوبر نوفمبر ديسمبر يوجد لي المقنين. لا صديقي عفوا، ما تخممش تخمام هذا، او ما تخممش على التخمام بزاف، لاني نشوف يوم يقول لك هاو ندخلوا مبروك، تخاف المقنين يدخل الروطار. شوف صديقي، المقنين كي يكون حار او يدخل في سبتمبر، شت يدخل في غيار الريش في سبتمبر، يكمل سبتمبر اكتوبر نوفمبر، راه فيني فيبري مارس راه واجد. ما تبقاوش تخمو التخمام هذا، ما تخممش التخمام هذا، تروح تضر الحسون تاعك، تروح دير له محفزات ولا مش عارف واش دير، وتروح تهلك المقنين. عشي ما بي ما مغير الريش ما ولات عشي خاسر. ها مين المقنين كي حب يدخل غيار الريش يدخل وحده. انا صاي كي نكمل الانتاج عندي في السلاكه، نخدم في السلاكه، ننزع الطيور تاعي نديرها بالاقفاص مباشره تدخل وحدها في غيار الريش، لانها كل عام تدخل في الوقت هذا. اذا عندك مقنين يدخل في التبديل في اوت خليه حتى الاوت، كاين مقنين يدخل في سبتمبر خليه حتى في سبتمبر. ما تقلقوش عليهم صحابي، ما تتبعوا حتى طريقه، يعني ما تروحش انت تدير اي حاجه من راسك باش المقنين تاعك يروح يبدل الريش. لا صديقي، ها همينا كل راهم مبدلين، ها هذوك تندوي فيهم الحمد لله برا وراهم يبدلوا في الريش. فهمتوني اصدقائي؟ ان شاء الله ان شاء الله رانا نلحق لكم في المعلومات المفيده، ان شاء الله تتبعونا برك. احنا هذه المواضيع كلها لصالح الحسون، يعني انا ما نحبش واحد يعيط لي ويقول لي المقنين تاعي راني بدلت له الماكله ومات لي بالجوع، ولا المقنين تاعي درت له محفزات مرض لي بالكبده ولا مات لي. ما دير حتى شيء، خلي المقنين تاعك يبدل وحده وشكرا.